هلو هلو مرة تانية، وريحة المطبخ تجنن. فيش أحلى من ريحة الأعشاب العطرية اللي عندي النهاردة، ودي من برضو أدوات أو مكونات الإسعافات الأولية في المطبخ. الزعتر، الروزماري، مش هحكي لكم لما بنفركها كده ريحتها لوحدها أصلاً بتفتح الصدر. الريحان، ده زعتر بري، ده زعتر أخضر، وكل ده زراعة مصرية. هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل شوربة اللازانيا. اللازانيا بالفرن، تيجوا نعمل يعني سنة أولى لازانيا، دي ميزة. والميزة التانية إنها تتحط في طبق كده وتتشرب بالمعلقة، عشان أحمسكم على سبيل التحفيز للتعذيب. بصوا شوربة اللازانيا، بصوا الأعشاب اللي أنا حطها فيها، تعالوا نعملها مع بعض بكل سهولة. خلونا الحلة دي أنا حطها تسخن على النار، أشيل الغطا، وحنحط زيت الزيتون. زيت الزيتون على فكرة خليني أحكي لكم كده إنه هو من الحاجات العلاجية اللي بنستخدمها كتير في بلاد الشام. علاجية لإيه طيب هتسألوني؟ مثلا للعظم يتعمل مساج بزيت الزيتون ويدعك كويس، وتلبس حاجة دافية طبعا الديتيتا على طول، وبيدفي العظم بطريقة بتطلع البرد. هنقلب البصل. طيب مش عايزين ننسى انه البصل اصلا فيه مضادات للالتهاب وبيعلي المناعه. بصوا انا كميه البصل شويه اكبر من زيت الزيتون اللي حطيته، هزود شويه. والحاجه الثانيه اللي بتزود المناعه قوي 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 لدرجه انه برده تيتا كانت بتاخد، بس انا ما اقدرش اعمل كده، بحس طعمها قوي، فص ثوم صغير وتبلعه على الريق. الثوم انتبيوتيك طبيعي، مضاد حيوي طبيعي. فهاخد الثوم. ممكن تعملوا حاجتين، ممكن خلوني بس اقلب البصل عشان مش عايزاه يتحرق، بس ياخد لون خفيف. ممكن تفرموه كده شرايح، او تحطوه مهروس زي ما انتوا بتحبوا. الشرايح مش هيدي الطعم القوي زي المهروس، المهروس بيطلع كل النكهة القوية من الثوم. حسب انتوا تحبوا الثوم ظاهر او لا، انا بوريكم التو اوبشنز او الخيارين. هنقلب البصل والثوم، ودول خلوا بالكم اساس طبخات كتير في مطابخنا، وهم اصلا من الحاجات العلاجيه اللي احنا ما بناخدش بالنا منها. هنحط شويه اعشاب، هحط زعتر، روزماري، وشويه زعتر بري. خلوا الريحان نحطه على الوش لانه ورقه ما بيستحملش الطبخ كتير. ما عندكمش اخضر هنحط الناشف، تمام؟ طيب الحراره بتعمل ايه بالاعشاب؟ الحراره بتطلع كل ريحتها. يعني لو اقدر اوصف لكم الريحه هنا بالمطبخ، اول ما الاعشاب لمست الزيت فجاه، يعني هي على الترابيزه مش بتطلع ريحه الا لما نحركها، اول ما تاخد حراره بتدي ريحه رهيبه. هي ايه شوربه اللازانيا؟ مكونات اللازانيا العاديه، اللحمه المفرومه، البصل، الثوم اللي هي بتاعت الراجو اللي عملناه في المكرونه بشاميل، الطماطم، اللازانيا، الجبنه الموتزاريلا، كل حاجه هنعملها مع بعض بس على هيئه شوربه. هناخد لحمه مفرومه نحطها هنا، وهنحط ملح وفلفل. في ناس واخدين الملح والفلفل، طبعا الملح انا بحب دايما زي ما قلت لكم اجيب الملح البحري عشان ما يبقاش بيضر، مش هقول انه مفيد، هو بيظبط الطعم بس ما يبقاش مضاف له مواد كيماويه تضرنا. فاحط ملح بحري، وده موجود في مصر، احنا مصر مطله على كميه الشواطئ اللي عندنا والانتاج من الملح البحري والصخري على فكره اللي بيجي من سينا رهيب، وبتلاقوه في العطارين على فكره. هنقلب اللحمه، خلوني بس افكها كده شويه، ونحط عليها الفلفل الاسود. خليني احكي لكم شويه عن الفلفل الاسود اللي هو يعتبر ايه، مظلوم شويه. عارفين لما نشرب، عملت لكم قبل كده انا مشروب فيه فيتامين سي، البرتقال مع الكركم مع الجنزبيل وكده والعسل، بيحطوا له رشه فلفل اسود. تفتكروا ليه؟ بيساعد على امتصاص فوائد الاكل. يعني الفلفل مش بس بيدي طعم، هو بيدي فوائد. فالفلفل الاسود بالذات لما يبقى مطحون طازه، يعني مشتريه من العطار سليم كور، وفي الهون على فكره مش لازم تخلوه بودره، يديكم قرمشه كده، مفيد جدا جدا. من الحاجات اللي كمان بفتكرها عن تيتا قوي هعملها لكم ان شاء الله
الله يرحمها ويرحم كل جدتنا يا رب، ويخللنا اللي عايشين، لان هم البركه، هم اللي بيرجعوا لنا الوصفات القديمه وبيدونا كده مخزون من الذكريات. شوربه فراخ بالرز دي لما عملتها لجوزي اول مره قال لي مي دي الشوربه اللي بتطلع البرد، هعملها معاكم، لانه هو مش بس معتقد انها بتطلع البرد، هي بتطلع البرد بجد. هنحط ايه مع اللحمه المفرومه؟ هنحط شويه صلصه، صلصه طماطم. خلوني بس اتاكد انها ابتدت تستوي شويه. وكمان في حاجات كتير مش بس ناكلها، في حاجات كتير مثلا لما نتجرح، اول حاجه لما بنتجرح مثلا وبقى في دم بيعملوا لنا اهلنا ايه؟ بيلجأوا على طول يحطوا بن، معرفش ايه مصدر القصه، لو انتوا تعرفوا قولوا لي، بس ده دايما اول ما نشوف حد عندهم هاتوا بن هاتوا بن، حاجات كده كلنا تورثناها واكيد ليها اصل، احب ابحث انا بالحاجات دي. طيب هناخد الصلصه، صلصه طماطم، دايما حاولوا اطبخوا الصلصه قبل ما تضيفوا السوائل، تطبخ كده معلقتين مع الزيت ومع الاعشاب والطماطم. وهنضيف على الخليط ده، خلوا بالكم هي لسه هتغلي، فاللحمه مجرد تاخد تشويحه، مش عايزينها اوفر كوكت يعني ناشفه قوي. فهضيف هنا عندي بيوريه طماطم، لاحظتوا اني بستخدم كتير انا عصير الطماطم او بيوريه الطماطم، ممكن تحضروه في البيت قبلها ويفضل عندكم بالفريزر. ادي بيوريه الطماطم، بس طبعا هي كده كثيفه يا شيف، فين المفروض تبقى شوربه؟ هنضيف عليها يا اما مرقه يا اما ميه، انا محضره لكم ميه، دي عاملاها بمرقه بس قوامها اصلا، ودي هعملها بميه. خليني اجيب الميه، اعتقد مفيش اسهل من كده، ولا هنحط بفرن ولا هنعمل رقات ولا اي حاجه. طبعا لما نضيف الميه محتاجين نظبط الملح والفلفل كمان، بس خلينا الاول نضيف كل المكونات ونرد على هدايا. هاي هدايا، هلو ازيك؟ هلو 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 يا هدايا، هلو هلو، اخبارك ايه؟ انا تمام يا روحي، انا من اشد معجبينك على السوشيال ميديا بجد، وبحبك حب غير طبيعي حبيبتي، انا بكبر بحبكم. قولي لي يا هدايا كده، ادينا اسرار تيتا ووصفاتكم اللي في البيت. كانت دايما تقول لنا هدايا تروحي في حته فيها ارسال احسن، شبكه احسن. كانت دايما تيتا الله يرحمها كانت تقول لنا ناخد ينسون على ليمون وعسل الصبح كده علشان البرد كله يطلع من جسمنا، وقبل ما ننام نشرب ليمون دافي وننام ونتغطى جامد عشان نعرف. دي في حالات البرد ولا في الشتاء عموما عشان ما يجيلناش برد؟ في الشتاء عموما لو عندي برد اشرب ليمون بقى على قبل ما انام على طول، يعني انام اشرب ليمون وانام. طب دي وصفه شكلها شهيره جدا واكيد بتنفع، لانه صوتي طلع وانا من امبارح باخد الوصفه دي اللي جات لي كتير. ما انا عارفه، الف سلام عليكي. الله يسلمك حبيبتي. عايزاكي تتابعي شوربه اللازانيا دي وتجربيها وتبعتي لي، انها تعجبك. خطيره حبيبه طبعا قلبي. شكرا هدايا يا شيفه، على ايه حبيبه قلبي. طيب خلونا قبل ما نطلع فاصل نضيف الكريمه. هي اللازانيا انا بعمل لها دايما صوص بالطماطم والكريمه، هنضيف كريمه تو تيست. يعني ايه تو تيست؟ اللي بيحب الشوربه او اكله يبقى كريمي قوي يضيف اكتر، اللي بيحبه طماطم ظاهر اكتر يقلل الكريمه. تعالوا نحركها مع بعض ونشوف لونها اهي، هضيف شويه، انا تقريبا هنا ضفت كوبايه ونص كريمه طهي، وهدوق واظبط الملح والفلفل ونطلع الفاصل ونرجع نكمل باقي الخطوات وندوق. عايزه رشه ملح عشان تظهر كل النكهات. هندوق مع بعض وهوريكم ازاي هنعمل لها جارنش او تزيين، مش بس للشكل، عشان يخليها احلى لازانيا جربتوها، صدقوني احلى من بتاعه الفرن. تعالوا نبص، سيبناها تغلي بالفاصل. الله الله الله، تعالوا نبص عليها، شايفين لونها واحدة واحدة بيقرب للون اللازانيا اللي احنا عاملينها، كل ما تغلي كل ما اللون بيغمق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد اللازانيا، اللازانيا هي عبارة عن الشيتس دي، هل ممكن نحط نوع مكرونة تانية؟
ممكن، بس انا بحب اللازانيا عشان بص رفعها شفافه خفيفه. لو هتحطوا اي نوع، هي اصلا في طريقه ليبيه اسمها المبقبقه، اللي هي مكرونه برضو باللحمه المفرومه رايحه مع كزبره وثوم وشويه فلفل حراق، رايحه في نفس الطريقه. احنا هنا هناخد اللازانيا كده ونكسرها، اعتقد مفيش اسهل من كده. ونقول الو. الو، هاي اميره. هاي، ازيك يا مي؟ انا تمام بخير الحمد لله، وصفاتكم كلها وصلتني وصوتي طلع الحمد لله. لا بعد السر عليكي يا حبيبتي، انا وولادي يوسف ويحيى بنتفرج عليكي يعني في البرنامج وفي الاعاده وكل يوم. بسلم عليهم جدا ليوسف ويحيى حبيبه قلبي، انتوا عيله ميز شو اللي بتفرحنا دايما. ربنا يخليكي يا حبيبتي. قولي لي ايه وصفه تيتا او وصفتكم في العيله السحريه والايه؟ الكمون بالليمون مغليين. كمون بالليمون لايه؟ للمعده. طبعا الكمون بيعمل ايه؟ هي على طول كانت بتقول انه بيهدي المعده، يعني على طول تيتا اي حد معدته تعباه بتغلي له كمون بليمون. هقول لك حاجه، الكمون هتلاقوه داخل بوصفات كتير، ودي من اسرار على فكره الوصفات لما تفكروا فيها، داخل في وصفات البقوليات. اوكي، العدس بنحط له كمون، الحمص بنحط له كمون. ليه؟ لان يعني البقوليات تعمل نفخه انتفاخ، دايما الكمون بيقلل الانتفاخ، فبيساعد المعده ما يبقاش الشعور بعد الفول وبعد الحاجات دي التخمه الفظيعه. بصراحة هي الوصفة كانت على طول بتجيب نتيجتها. طب حلو حلو. انا ماما بتقول لي خدي معلقة، بس ماما اقوى يعني، خدي معلقة كمون مطحون كده ناشفة اشربي وراها مية، بتبقى صعبة شوية. لا ماما انا هغليه زي ما اميرة جدتها كانت تعمل، صح؟ كانت تغليه صح؟ تغليه. طب خلي بالك لما نغلي الحاجة بس انه نحاول ما نطيرش الزيوت العطرية كتير. ها تمام، اوكي حبيبتي، شكرا على مكالمتك، شكرا جدا. وفي حاجات كتير لموضوع المغص ده، يعني من الحاجات برضو اللي زي البرد، المغص من الحاجات اللي اول خط دفاع زي ما قلت لكم بيبقى المطبخ. مثلا ببلاد الشام بيعملوا منغلي المراميه، حكيت لكم حكايه المراميه انا قبل كده في حلقه سينا، اللي هي مريميه على اسم ستنا مريم، بتساعد على تقليل التقلصات. انا عملت ايه هنا؟ انا حطيت كميه من اللازانيا، شايفينها لسه ناشفه اهي، لما تستوي تتسلق هتبقى زي دي، بصوا اهي. طيب دي بقت كثيفه قوي، نعمل ايه؟ ممكن ناخد شويه ميه ونزود لها شويه ملح، في ناس بتحبها كده، انا عشان بس احنا مستنيين هنا على الهوا تقلت مني شويه، وبوريكم ازاي نعالج الحاجات لما تتقل او تخف. طبعا طبعا من غير ما ادوق محتاجه رشه ملح تعادل الميه اللي زودناها. ونسال ايمان، واحنا بنحط شويه بارميجان او جبنه رومي او اي جبنه انتوا بتحبوها مبشوره. هاي ايمان. اهلا، ازيك يا شيماء؟ انا تمام، يعني بحب حضرتك جدا حبيبه قلبي. قولي لي يا ايمان، ما الوصفه السحريه اللي هتسعدينا بيها النهارده تنقذينا بيها؟ يعني انا بصراحه من الوصفات الاساسيه عندنا في البرد وكده هي الجنزبيل مع الليمون مع العسل. ده رهيب، خلطه رهيبه. دي يعني من الحاجات اللي مامتي وتيتا وكده على طول بيقولوها لنا. والجنزبيل زمان كان موجود عندهم ناشف يمكن، صح؟ بالظبط. من العطار يعني، مش باودر مش بودره، زي ما هو بس متنشف. وكمان ساعات بنستخدم الفريش. استخدموا ايه؟ اللي هو الجنزبيل يعني الفريش. طبعا دلوقتي بقى موجود، هو صح مستورد بس موجود في كل مكان وبيقعد بالزبط. بالبيت فتره طويله. جنزبيل وعسل وايه؟ وليمون. وليمون بتغلوهم مع بعض ولا بتعملوا ايه؟ بنحط معلقه عسل على الليمون وعلى الجنزبيل وميه سخنه، وبيبقى فعلا حلو جدا ومفيد جدا للبرد. انا بعشق الجنزبيل، بدخله بوصفات كتير، بس مثلا انا بحس حلو قوي. بحس بشويه انه فيه لما يبقى طازه بيجرح الزور سنه لو انا صوتي رايح، يعني هو طعمه حاد شويه فبحاول. يعني هو تحط شريحه واحده بالظبط، يمكن انا ايدي بتتقل فيه. ثانك يو، شكرا حبيبتي على مكالمتك. وتعالوا اوريكم ضفنا ايه. ضفنا شويه جبنه، الجبنه بتديها كده بتسيح جوه وبتديها طعم حلو، وهنستناها طبعا لحد ما تستوي زي ما دي استوت وندوق مع بعض. خلونا نغرف الطبق لان هو لسه ما خلصش. فين المعلقه؟ لسه فين الجبنه يا شيف؟ اللازانيا يعني جبنه. هناخد في حته لازانيا هنا مكسوره طارت
وانا بكسر اللازانيا هنا. على فكره الولاد يساعدوكم في الوصفه دي بسهوله. ليه؟ لانه مش عايزه حاجه، يمسكوا ويكسروا اللازانيا وهيتبسطوا يتحمسوا ياكلوها. هنحط الله الله الله. انا بالنسبه لي اروح بعد الشغل اقعد كده وانا عندي البرد احط طبق اللازانيا ده، شوربه اللازانيا، واحط حاجه حلوه اتفرج على التلفزيون، حاجه تفصل كده عن تعب اليوم. بصراحه انا برجع بتفرج على مايس شو، معنى بشوف الحلقه، بشوف عملنا ايه، بسمع مكالماتكم تاني، بستمتع بيها، لانه ببقى خلال الحلقه انا جوه الحدث، انا عايزه ابقى بره الحدث واتفرج، فبتفرج عليها كده وبتبسط جدا 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 من كل مشاركتكم معانا. طيب هنعمل ايه؟ هناخد شويه جبنه موتزاريلا، جبنه الموتزاريلا العاديه المبشوره، نحطها على الوش. شايفين حراره الطبق ده هتبتدي تسيحها. انا عرفتكم قبل كده على موتزاريلا الطازه اللي معموله بلبن الجاموسي، اوكي؟ طعمها خطير ودي صناعه مصريه. هناخد قطعه كده فينا، اوكي؟ شكلها فظيع على الوش. مش موجوده، مش ضروري، احنا هنا بنتعرف في ايه في السوق، في ايه في المنتجات مصريه متوفره لينا، انه ندخلها بوصفات ونشوفها بالسوبر ماركت وبنقف قدامها انا مش عايزه اجيبها لانه مش عارف ليه هجيبها. هحط عليها ايه؟ هرش عليها رشه ده فلفل اسود على الوش، قلنا ليه فوائد كتير وبيدي طعم كده حلو. هاخد شويه ريحان. ومعانا تليفون من المنيا. مين معانا؟ هاي رحمه. هاي رحمه. الو الو. تمام يا حبيبتي، الحمد لله بخير. قولي لي يا رحمه، ايه الوصفات العائليه اللي ممكن تبقى للمغص للبرد توارثتوها في العيله وعن تجربه بتنفع؟ بنعمل بابونج لعلم المعده. بابونج ممتاز. وكمون. وبنعمل زعفران. لايه الزعفران؟ بنحط بنغليه ونشربه عادي. لا لايه؟ يعني انا بحب الزعفران بس عمري فكرت بفايدته العلاجيه، تصدقي؟ للمعده للمغص وكده. ايه ده؟ انا هرجع اعمل بحث عن موضوع الزعفران ده لانه بستخدمه كتير، بحبه، هو بدخل في المطبخ الخليجي والايراني والهندي والاسباني، بس عمري ما فكرت انه ممكن يبقى ليه اكيد ليه خواص علاجيه بس ما عرفتهاش. عايزه اقول لك حاجه عن البابونج اللي هو في ناس بيسموه شيح. هو الكامومايل، انه هو بينيم، هو من الحاجات اللي ممكن ناخدها بالليل حتى الاطفال، مهدئ كده، ريلاكسن طبيعي رباني. أيوة. حبيبه قلبي شكرا على مكالمتك، وتعالي خليكي معانا نبص على شوربه اللازانيا دي. هحط لها شويه بارميجان لو حبيتوا، انا بوريكم لو بتحبوا، ومش هطلع فاصل قبل ما ادوق، يعني انا ببلغ كده بس مين الكنترول، سامعين؟ بصوا الطبق الحلو ده، ايه رايكم؟ تعالوا ندوقوا مع بعض. الجبنة ابتدت تسيح. يامي. يام يام يام. بصوا اللازانيا. الطبق ده يتاخد كده يتحضن، بيطلع البخار الحلو ده والفلفل الأسود واضح وصريح. وجنبي النهاردة اللي ينسون النهارده ايه، انا عامله اجزخانه في المطبخ، بناكل اكل طعمه حلو فيه فوائد، الثوم، البصل، الاعشاب، وكل حاجه ثانيه حطيناها هنا صحيه، مفيش حاجه معلبه، مفيش حاجه ضاره. طبق يجنن. هخبيه لانه العيون كلها عليه وانا برضو عيانه، محدش يدوق من الطبق ده، مفهوم؟ هنطلع فاصل ونرجع نعمل كراستلس تشيز كيك. تشيز كيك بسيطة وسهلة، فيها شوية دقيق ومفيش فيها بسكوت، هتحبوها وفيها كمان فوائد.